السلام عليكم مشاهدينا الكرام ومرحبا بكم في هذه الحلقة جديدة من صريح جدا. موضوعنا لنا اليوم حيكون حول الشهرية. رايحين نسقسيو الجزائري نقولوا له كيف فضلوا لك دراهم الشهرية واش دير بهم. تابعوا معنا شوفوا كيفاش تكون الإجابة. شحال فضلوا لك دراهم الشهرية اللي فاتت؟ قول 1,500,000. كيفاش درت باش فضل لك منها 1,500,000؟ خاطر انا نقضي بشوية نقضي ونخبي ونقضي ونخبي. فضلت 1,500,000. نعم. سهلة باش تفضل 1,500,000. ونخلص 4,000,000. الله يبارك. دوك هاد 1,500,000 واش راك حدير بها ولا واش دير بها؟ هاد 1,500,000 راني معاها غير بالعقل. واش دير بها؟ اسمح لي راني معاها بالعقل. واش كتب ربي واش جاب ربي هذاك هو. شحال فضل لك ولا شحال بقى لك من الشهرية اللي فاتت؟ خلاصولي. أنا رايح دوك نجبد الشهرية. واش قعد لك منها؟ ما قعدتش سلفت. بكل صراحة واش دير بالدراهم اللي يفضلوا لك من لابي؟ دراهم اللي يفضلوا لي من لابي بون سانسيرمون جينيرالمون يتخباو لي فواياج خويا. تخباو لي فواياج ومن داك خويا سي نورمال كيما يقولوا شدايد الحدايد لازم جور تخبيهم الامور. لا قدر الله ما تقدرش تعرف يصراو لك دي زامبريفي يقدر يكون مرض يقدر يكون كذا. هذيك لابار خلينا لا نقاش فيها بيحبي نقولوا عزياده سي بوكو بلوس لي فواياج خويا. كيفاش دير باش يبقى لك ملابع اوتوماتيكمون؟ لازم تكون ان بون جيسيونير. لازم تسير خويا تكون ان بون جيسيونير. حبي يقول كل حاجه في بلاصتها. امور تاع البيت لازم تخليهم لابار ديالهم. لي شارج ديالك لازم تخليهم لابار. هادو ماك تعرف مول عمل الجزائريين كاع على بالهم بهاد الامور. لو كان سخسيك ثاني سؤال اخر نقول لك اذا فضل لك من لابي اللي فاتت ولا لا هاد المره؟ امبوسيبل ما يفضلش يا اخو. كان دي بيريود مزيرين يا خويا. شحال فضلوا لك دراهم من لابي اللي فاتت؟ لا يا اخو دوجور الوالا خلاص. دوجور الوالا خلاص. يومين الاول كريدي اه. كيف كملت 28 يوم؟ اه نتسلف منا صحابي دي فوا الدار يعاونوني شويه فاهم يا اخو. لا لا جي صعيبه يا شاري. ومين داك اللي تفضل لك من لاباي واش دير بهم هذوك اللي يفضلوا لك؟ نخلصهم في لاسار ميسكيلاسيون ولا نشري تعرف واحد يتكيف دخان ومنا حوايج ينصرف. يا ينصرفوا يا اخو. بكل صراحه شحال فضلوا لك دراهم الشهريه اللي فاتت؟ سافا فضلوا شويه. وي وي ما اني وحده سكيفي سافا يعني تفضل تريتي ولادي خدامين سافو دير هنا راني الحمد لله. واش ديري بالدراهم اللي يبقاو لك من لابي؟ نديرهم في الكارني ديبارني. كارني ديبارني داكوغ. اللي بقى كاش ما نبدلو شويه دراهم نروح عند بنتي نروح عند وليدي واحد في الكندا وحده في فرنسا نروح نطلع عليهم. يعني اللي بقى من لابي تسافري به؟ وي نبروفيتي ما بيد راني اون بون سونتي باسكو ابخي واحد كي يروح رجليه ما بقى والو داكوغ. بكل صراحه اذا تقدر تقول لنا شحال يعني بقى لك ولا فضل لك من الشهريه اللي فاتت؟ الوغ اول حاجه انا ما عندي الشهريه ما عنديش شهريه انا نخدم عند روحي. مي كنت نخدم ثاني كانت عندي شهريه وكنت ما يفضل لي منها والو والو ما خلي حتى فرنك نصرف نكملها كاع تخلي حتى حاجه. علاه ديجا غلاء المعيشه من بكري توت الشيخ. ولو كان يفضل لك مثلا من الشهريه واش دير به؟ يبقى مخبي في الكونت ما نجبدوش اون جينيرال باسكو فوالا كونت اون ترافاي طول طون ما عندناش الوقت باه نديبونسيو طول طون. شكون خير وشكون خير يعني العمل الحر ولا الشهريه؟ انا بالنسبه لي العمل الحر احسن من عند روحك خير. بكل صراحه واش دير بالدراهم اللي يفضلوا لك من لاباي؟ Ça dépend de la situation, du contexte actuel. Ça peut être soit je mets de l'argent de côté, soit j'ai un projet. Tout dépend. الشهرية اللي فاتت تفضل لك يعني شوية دراهم؟ راحوا نقول لك اكزاكتومون راحوا 4,000 يورو اكزاكتومون كومبلي كومبلي اونتر لي فاكتور لي زاشا لي فولي فواياج. يعني راك عايش لها؟ انا ما قلت لي نديك 4,000 يورو 4,000 يورو سي سا. ويفضلوا لك ياك عايش تما يفضلوا لك شويه يعني دراهم؟ سا ديبون تا كيفاش كومون تجير لا سيتواسيون. دوكا انا هاد لو موا سي فاك جافي با مال دو فاكتور مي 4,000 يورو يكفيك لارجومون. بكل صراحه شحال فضلوا لك دراهم لاباي اللي فاتت؟
انا ما عنديش ام بي، انا اخدم عند روحي. لا نخدم عند روحي ارتيزون. بكل صراحه شحال فضلوا لك الدراهم من الشهريه اللي فاتت؟ نورمالمون 300,000. 300,000 شهريه من لاباي. نورمالمون الشهريه ما كتكفيش ابا بالنسبه للكرا، بالنسبه للمعيشه ولات غاليه، فهمت؟ ما كتكفيش، ما تكفيكش الشهريه ديالك. السالير ديال 3 ملايين و500 ولا 4 ملايين ما يكفيكش. انا كاري 25 2 ملايين و500 وين هي المعيشه تاع الزوجه ديالك، مصاريف ديال الدار؟ قلت لي فضلوا لي 300. واش كدير بهاد 300؟ 300 نورمالمون نقضي بها شويه دست شويه لوبيا، نحطهم كوتي وهذا ما كان. واش غدير كي تفضل لك من الشهريه؟ بكل صراحه واش دير بهذوك الدراهم اللي فضل؟ نورمالمون فو ميو باش تخبيهم تحتاجهم، بالك ديهم تما كاش حاجه مغلبه ولا تما ديرجونس ولا تحتاجهم ان فيوتشر ولا لولادك. ما لازمش كاش واحد يصرف كاع سيسا لابين تاعو، يعني تخبيهم نورمالمون. بكل صراحه واش دير بالدراهم اللي يبقاو لك من لاباي؟ بو على كل حال انا عاملها لاباي ديالي برنامج يومي اسبوعي وشهري هكذا خويا. مي كما يقول لك الدنيا هذه الانسان يقرا رزق من عقوبه، على الاقل على الاقل يكون مخلي دائما احتياطات تاعو من المبلغ المالي هذاك تاع لاباي تاعو، مرض ديبلاسمو سفر ما على باش، لا قدر الله انسان يستحقهم لازم، ورانا في وقت لازم المبلغ المالي تاعو هذاك يعرف وين يحطه، كل يعني كل مبلغ يتحط في بلاصتو. كيما الدراهم اللي فضلوا لك من لاباي اللي فاتت واش كدير بهم؟ نخليهم انا ما ندير بهم والو، امس الحاجه يعني نخليهم امس الحاجه كما يقول لك خلاص سي بون استحقيتهم باش نجبدهم. وين تخليهم؟ في الدار، لازم كل يوم نشوفهم ونحسبهم ونقلبهم، هذا ما كان باش يطلع لي المورال. لازم نضرب عليهم طلعه. لازم كل يوم نشوفهم. هذا واش كاين؟ نسقسيك اذا راهم يفضلوا لك يعني دراهم من الشهريه اللي راك تخلصها. خطر نفضل خطره دلا خطره تفضل خطره لا. ايوا واش دير بالدراهم اللي يفضلوا لك من هذيك الشهرين؟ ها خطرات نحوس بهم، خطرات نخرطهم، خطرات ناكلهم. ناكلهم يعني هم يفضلوا شويه؟ خطرات خطرات نفضل، خطرات ما نفضلش. كيما هاد الشهريه اللي فاتت اللي خلصتها فضلا منها ولا ما فضل؟ جبتها النيشان جبلت سواسو وراني جيت بها نحوس للجزائر.